حالة من عدم الاستقرار الجوي في أجزاء من المملكة وارتفاع على درجات الحرارة في أغلب المناطق. التفاصيل بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سارت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، استمرت درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشمالية، لكن كانت حول معدلاتها في باقي المناطق. نذهب الآن ونستعرض وإياكم درجات الحرارة في هذه الخرائط المتوقعة من نهار اليوم السبت وخلال الأيام القليلة القادمة. يوم السبت تبقى المنطقة الشمالية تحديدا منطقة الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية تحت تأثير كتلة هوائية نستطيع أن نصفها بأنها باردة إلى باردة نسبيا. درجات الحرارة تستمر حول إلى أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، في حين تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في باقي المناطق. يوم الأحد بإذن الله تتسع رقعة تأثير هذه الكتل الهوائية الباردة والباردة نسبيا في المنطقة الشمالية لتؤثر على أجزاء من منطقة تبوك وأيضا شمال منطقة حائل وامتدادا حتى أجزاء الشمالية من حفر الباطن، في حين تشهد المنطقة الوسطى تحديدا المزيد من الارتفاع على درجة الحرارة بالتزامن مع نشوء أحوال جوية غير مستقرة تتركز في المنطقة الجنوبية الغربية وتمتد بشكل محدود نحو أجزاء من المنطقة الوسطى والتي استعمل على هطول بعض زخات من الأمطار الرعدية خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. يوم الاثنين بإذن الله لا تغيير الحالة الجوية، تستمر المنطقة الشمالية تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة في حين تكون درجة الحرارة حول إلى أعلى معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في باقي المناطق. أجواء حارة نسبية متوقعة في العاصمة الرياض ليوم الأحد. نبقى في العاصمة الرياض ونستعرض وإياكم حالة الطقس المتوقعة لهذه الليلة. تسود أجواء صافية لكن باردة نسبيا، 16 درجة مئوية كحرارة دنيا، المحسوسة 14 درجة مئوية فقط. الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة أسرع. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة، ارتفاعات متتالية على درجة الحرارة بالتزامن مع أجواء مستقرة. الأحد 30 إلى 20 درجة مئوية، يوم الاثنين 32 إلى 21، ويوم الثلاثاء ترتفع وتسجل 34 إلى 21 درجة مئوية. نذهب الآن واستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية ليوم الأحد. نبدأ شمالا، تبوك 24 إلى 10، سكاكا 20 إلى 8، وعرعر 16 إلى 6 درجة مئوية مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا. المنطقة الغربية المدينة المنورة 31 إلى 17، جدة 30 إلى 21، مكة المكرمة 34 إلى 22، وزخات من الأمطار في الطائف 25 إلى 16 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار، أحوال جوية غير مستقرة، الباحة 21 إلى 14، أبها 23 إلى 15، وجازان 31 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 29 إلى 17، حفر الباطن 31 إلى 13، والإحساء أجواء مشمسة 31 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض، أجواء مستقرة ومشمسة 30 إلى 20، بريد رياح نشطة 32 إلى 15 درجة مئوية، وأجواء غير مستقرة في حائل وزخات من الأمطار مع 24 إلى 9 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.